هخليك تجيب لبس عيد جامد جدا جدا ورخيص جدا جدا. زي طبعا ما عودتكم ان انا ما عملتش القناه دي علشان ان انا اعمل اكل رخيص او نجرب تجارب رخيصه وكده، ولكن لا انا بحاول اساعد فيها الناس ازاي تعيش حياتك عموما حياه جامده جدا جدا ورخيصه جدا جدا، اذا كان بقى اكل شرب لبس خروجات اذا كان اي حاجه في الحياه، ولكن تكون جامده جدا جدا ورخيصه جدا جدا. ولكن ما علينا من الحوار ده كله، الاسعار دلوقتي بقت غاليه علشان الدولار والكلام ده يعني، فلبس العيد بقى غالي، والشغل اللي موجود دلوقتي في السوق شغل تحس اللي هو مش احسن حاجه موجوده. يعني انا واحد من الناس بحب اجيب حاجات ساده خالص، اللي هو فكره اسود خالص او حاجه سيمبل جدا اللي عليها بقى لوجوهات بقى وحاجات طالعه ومش عارف ايه الكلام ده، لا ما مش ذوقي خالص. ففي الفيديو ده جايب لك لبس جامد جدا جدا، تي شيرت جامده جدا جدا زي اللي لابسها دي. بصوا، سحرتني ولا سحرت لي وعيون مش محتاجه تسحر لي. لا بص بقى اللي ورا بقى، التي شيرت بقى ده اجمد بكتير، جامد يا زميلي جامد والله العظيم. بص كلام بقى من الاغنيه بقى، انت ماشي بقى انت اصلا ملفت اصلا في الشارع. مش ده كمان بس، لا في حاجات جامده كمان تاني. يعني بص كده، دي من يسكن الروح كيف ينسى القلب، يا الله. لا والتيشيرت كمان رايقه كمان يا زميلي، لو فكره اسود خالص بقى او لون مثلا ساده خالص وسمباتيكا كده سمباتيكا. في كمان حاجات كمان كتيره جدا جدا في التيشيرت دي، والوان كتيره جدا برده. كمان لو حبيت كمان تشتري كمان تيشيرت من الحاجات دي يعني، هسيب لك اللينك تحت في الديسكربشن، ولو رحت قلت لهم انت تبع كريم عفت هيدوك خصم 25% على اصلا سعره رخيص. فصباح الفل بقى يا زميلي، خليك شاب كده بقى يا زميلي، من الزمالك بقى يا زميلي، التسكيت دي بقى يا زميلي، او روح مثلا المعادي بقى، خليك كده بص خليك في فوق بقى. وبس كده، لو عجبك اي حاجه من التيشيرت دي هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن، روح قول لهم ان انت تابع كريم عفت علشان تاخد خصم 25%. وبس الانستجرام بتاعي اهو، هتلاقي هناك صور جامده جدا جدا، وبنزل ستوري كده يعني بحكي فيها حاجات والكلام ده، وفي كمان ريلز كمان هناك، فروح اعمل لي فولو هناك لان هناك بنقدم عظمه جدا جدا. وما تنساش كمان بعد كمان ما تشتري اللبس الجامد جدا جدا ده، تبعت لي صوره بيه وانت لابسه ونشوف الجمدان بقى عليه. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.